وللمزيد أيضا معنا من واشنطن المحلل السياسي السيد حسين عبد الحسين. أستاذ حسين أهلا بك. طهران بعثت رسالة إلى الولايات المتحدة تتضمن أدلة لتخطيط واشنطن لعملية اغتيال العالم الإيراني، ماذا تتوقع من تبعات هذه الأدلة في حالة ثبتت صدقيتها؟ لا أعتقد أن الولايات المتحدة تختبئ يعني من موضوع اغتيال العالم النووي الإيراني، وكما سمعنا أن وزير الدفاع الأمريكي قال أن وباعتقادي أن يعني القصة واضحة من الجانب الأمريكي. المهم من الجانب الأمريكي أن لا تكون أجهزة الاستخبارات الأمريكية هي التي نفذت، لأن هذا يعني يؤدي إلى مشاكل سياسية. هناك قوانين أقرت في الكونغرس الماضي تمنع الاستخبارات الأمريكية من القيام بعملياتها هذه، ولكن هذا لا يمنع الاستخبارات الأمريكية من أن تكون على علم ومعرفة إن قامت أجهزة أخرى مثل الموساد الإسرائيلي بتنفيذ هذه العملية. طب في المقابل كيف تقرأ تحذيرات واشنطن لتل أبيب من مغبة القيام بهجوم عسكري على إيران؟ برأيي أن هذه التحذيرات الأمريكية إلى إسرائيل تحذيرات صادقة وصريحة، وباعتقادي أن الولايات المتحدة دخلت منذ بعض الوقت في فترة من الجمود السياسي تفرضها الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس المقبلة في شهر نوفمبر المقبل. لذلك يبدو لي أن الإدارة الأمريكية توجهت إلى حليفتها إسرائيل بقول أنها لا تريد مفاجآت عسكرية في هذا الوقت يعني قبل حصول الانتخابات. طبعا كما تفضل الزميل صدقيان قبل أن أتحدث معكم قال أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنفذ الضربة بمفردها، وهذا صحيح. طبعا إسرائيل تفتقد الإمكانيات، ولكن باستطاعة إسرائيل أن تورط الولايات المتحدة، أن تجبر الولايات المتحدة على دخول في حرب مع إيران. وباعتقادي أن واشنطن ليست في هذا الوارد في الوقت الحالي، هي تسعى إلى يعني نوع من الحرب الباردة مع إيران، إلى احتواء إيران وفرض عقوبات اقتصادية وحروب. يعني تساؤل آخر، يعني هل تعتقد فعلا بأن الأمر قد يصل إلى المواجهة العسكرية رغم استعداد إيران قبل أيام للدخول من جديد في مفاوضات مع المجموعة السداسية بشأن البرنامج النووي؟ صحيح، لا يبدو أن المواجهة سوف تأخذ أي منحى عسكري في المستقبل القريب. طبعا نحن لا نتحدث يعني في غضون سنتين قد تحصل مواجهات من نوع عسكري، ولكن في المستقبل القريب لا أعتقد أن هناك مواجهة عسكرية. طبعا الشعور الأمريكي أن إيران ما زالت بعيدة عن إنتاج السلاح النووي، هذا لا يقال في العلن، ولكن هذا شعور ضمني أمريكي. برأيي أن الولايات المتحدة سوف تكون منفتحة على اقتراحات إيرانية يعني للحوار بين البلدين، ولكن هناك تشكيك أمريكي دائم بالنيات الإيرانية. معظم الأمريكيين يعتقدون أن طهران تحاول شراء الوقت بالذهاب إلى هذه المفاوضات التي يعني بعد عدة جولات حصلت في الماضي لم تمضي إلى أي حل للملف النووي الإيراني بشكل عام. أنا سيد حسين عبد الحسين المحلل السياسي كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا لك.